لا، في الحقيقة الولايات المتحدة تتذكر أنت أننا لم نأتي لوحدنا، بل كان هناك قوات تحالف، وكانت هذه ليست مهمة الولايات المتحدة فقط بل مهمة العالم كله. طبعا الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن قالوا بأنه صدام حسين يجب إزالته وتحرير الناس من دكتاتوريته. دعني أذكر مشاهديك بأن عندما سعت الولايات المتحدة إلى استقلالها في العام 1776 اتخذتنا سنة لقتال البريطانيين، ومن ثم سنتين أو 10 سنوات لتأسيس حكومة ديمقراطية. فبالتالي الديمقراطية لا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، وليست شيئا سهلا. تشكيل الحكومة الديمقراطية لا يتم عبر ليلة وضحاها، فيجب أن يكون هناك صبر ليس فقط من الشعب العراقي بل من كل العالم. يستغرق وقتا أن تؤسس البلد نفسها، ونحن موجودون للمساعدة.